مواجهة بين طرفين يتنافسان على النقاط الثلاث، إذن الغاية واحدة ولكن الوضعية تختلف. الشباب الباحث عن جرعة أمل والاتحاد الباحث عن الاقتراب أكثر من الرائد. ثنائي هجوم اتحاد الحرش لامالي وبونجح كانا القوة الضاربة في هذه المباراة، وأمتعا الجميع بعروض جميلة وهجمات عديدة أتعبت دفاع البدنية، ولكن شباب باتنا كان أكثر فعالية. وبداية من الدقيقة 25 الوافد الجديد بورابا يوزع كرة عالية يستقبلها صاحب الخبرة الكبيرة الهادي عادل الذي يفتتح باب التسجيل لفريقه الذي حمل عبء المباراة منذ بدايتها. والرد كان سريعا، وهذه المرة الثنائي السالف ذكره وعلى طريقة الكبار بتمريرة جميلة ودقيقة من وسط الميدان لامالي يمنح كرة هدف التعادل لابن الجاح الذي يعدل النتيجة ويعيد فريقه إلى المباراة بعد 10 دقائق من هدف الهادي عادل. في 5 دقائق الأخيرة من المرحلة الأولى شباب باتنا حاول واجتهد في إضافة هدف ثاني، وهو ما كان بعد أن أعلن الحكم عن ضربة جزاء نفذها وسجلها فزواني. في الشوط الثاني تواصل المد الأصفر على حارس الشباب بابوش الذي تألق في رد الكثير من الهجمات. اتحاد الحراش كرة مرفوعة في القائمة الثانية الرأسية موجودة وبابوش مرة أخرى، ولكن المدافع المتألق بالقروي تفوق هذه المرة وعادل النتيجة معيدا الأمل إلى الحراشية الذين واصلوا العروض والهجمات والضغط بحثا عن هدف الفوز الذي أتى في أنفاس المباراة الأخيرة عن طريق الهداف بونجاح الذي منح نقاطا جد هامة لاتحاد الحراش وحرم منها شباب باتنا الذي وضع قدما في الرابطة الثانية. وباللعب بونجاح بالفعل بونجاح اللقطة مرة أخرى كرة موجودة وبونجاح في انتظار هذه الكرة يتمكن من وضع الكرة بسهولة داخل الحراش يتمكن في الأخير في الوقت